كان يدرك أنه سيملأ سماء اليمن بهذا الزخم الحافل بعد أن أصبحت قصائده مستودعا لليمنيين عاطفيا ووطنيا وثوريا. شاعر خاطب كبرياء الوطن كما ناجى أفئدة العشاق وهامس الأرض فقاسمها تراب الانتماء والهوية. بقصائده التي تغنى بها كبار الفنانين في البلد على رأسهم الفنان أيوب طارش عبسي، فزرع في شمس حريتهم هامة جديدة امتدت بحجم كبرياء اليمني الجريح. إنه الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول الذي فر في شبابه من ذبحان مسقط رأسه في الحجرية بتعز إلى عدن بعد ملاحقته من قبل سلطة الإمام أحمد ليبدأ تاريخه النضالي منها، حتى أصبح من أبرز رواد الحركة الوطنية والنضالية في عهد الثورة الفتية السبتمبرية، حيث انضم إلى مجموعة الأحرار وأسهم بتأسيس حزب الأحرار اليمني. ثم أصدر صحيفة الفضول التي شكلت واحدة من أهم مراحل الشاعر قبل أن ألاحق من قبل الاحتلال البريطاني الذي أوقف صحيفته بضغوط من النظام الملكي في شمال اليمن. عين الفضول في منصب وزير الإعلام ثم مستشار لشؤون الوحدة. لم تكبله الوظيفة أو تقيد قلمه، فظل الشاعر هرما عاليا في مواقفه السياسية وأعماله الأدبية، في شعره العاطفي الغنائي والوطني والسياسي. وثقت قصائده لأهم مراحل اليمنيين النضالية، وتجلت في قصيدته الوطنية رددي أياتها الدنيا نشيدي، التي اختيرت لتكون النشيد الوطني لجنوب الوطن قبل أن يصبح النشيد الوطني لكل اليمنيين. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي واعيدي واعيدي. رددي أياتها الدنيا، فرددت الدنيا بهذه الكلمات وهي تغدو سطورا من دماء الشهداء، وضياء في طريق الأوفياء، ونشيدا في قلوب الشرفاء، وتراب الأرض وكل سناء. محلى هواك محلى هواك. الفضول الذي ذاب في جغرافية الوطن فنبت في سماوات بلاده أقمارا، فهام مع العشاق وأزهر في عطر الأرض وضمأ المحبين بنصوصه الشعرية التي امتازت بجمالية المفردات وعذوبة الصورة وتعاليات المعنى التي ربما كانت انعكاسا لروحه المتعالية. نداعة الله يا عقلي ويا قلبي. وداعة الله عبد الله عبد الوهاب نعمان، فقد ملأت أرواح اليمنيين حبا وعاطفة وحياة بقصائدك التي نداها صوت الفنان أيوب طارش، فكان هذا الثنائي الذي أثمل اليمنيين وأضاء أرواحهم.